مسجد حبيب النجار أقدم مساجد مدينة أنطاكيا التاريخية جنوب تركيا. شيده الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح فوق معبد وثني من العصر الروماني بعد فتح المدينة عام 638 للميلاد، وكان أول المساجد في الأناضول. بني المسجد في منطقة منخفضة بين جبلين، ويذكر المؤرخون أنه سمي بحبيب النجار تيمنا برجل ورع ضحى بحياته من أجل الإسلام. كان أول من آمن بالله وترك عبادة الأصنام في أنطاكيا. حاول إقناع أبناء بلدته باعتناق الدين الحنيف، لكنهم قتلوه رجما بالحجارة. فلما فتح أبو عبيدة أنطاكيا بنى فيها مسجدا وسماه باسمه. منذ تأسيسه شهد المسجد تغييرات عديدة. خلال القرن السابع عشر أضاف إليه العثمانيون قبة من الرخام والجرانيت ومئذنة بارتفاع 16 مترا، وفي القرن التاسع عشر وسعوا باحة المسجد وبنوا نافورة فيها، وشيدوا بجانبه مدرسة إسلامية. المسجد العتيق خضع لعمليات ترميم كثيرة بفعل الزلازل التي ضربت ولاية هاتايا والجنوب التركي، لكن الزلزال الأخير المدمر حول المسجد الذي كان من أشهر الوجهات السياحية في المدينة إلى كومة من الأنقاض. انهارت جدرانه ومئذنته واختفت أغلب معالمه التاريخية، كما هو الحال في جميع مباني الولاية المنكوبة.